إن عامل أن اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهم العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واخترع عكسا غيرهم لا أسرة وأعمل المهملة في ضميرنا تنازعه والتزم مبتزنا فيحسنان ويرسل ابناك لقد برى واعتديا عبداك ولا تجئ مع أول قد أهمل لمهمل لغير فإن أهل فالحذر الزم إن يكن غير خبر وأخره إن يكن هو الخبر وأظهر إن يكن ضمير خبر لغير ما يطابق المفسر نحو أظن ويظن أن أخا زيد وعمرا أخر يحسن الله. حقيقة التنازع أن يتقدم عاملان ويتأخر عنهما معمول كل مما يطلبه. وما نقول إن عاملان اقتضيا أي طلبا باسم عمل قبله هما واقعان قبله فالعمل لأحدهما. وأهل البصرة قالوا الثاني أولى لأنه أقرب، وأهل الكوفة قالوا الأول أولى لأنه المتقدم، لكن أجاز الكوفة أعمال الأول والثاني وأجاز البصرة أعمال الأول والثاني، لا فرق بينهم، الفرق في أيهما أفضل. مثاله تنازع الفريقين قول الله عز وجل آتوني وفرق عليه قطرة، آتوني تنصب مفعولين الياء مفعولها الأول تطلب قطرة مفعولا ثانيا، وفرق تطلب قطرة مفعولا، لا بد أن يكون بين المتنازعين نوع علاقة، إما بعطف نحو حضر حضر ونام أخوات عطف، أو أن يكون الثاني معمولا للأول فقول الله عز وجل وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وإنهم ظنوا أن لن يبعث الله أحدا ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وقع التنازع بينهما لأن الثاني معمول للأول وإنهم ظنوا كما ظننتم كما ظننتم معمول لظنوا، أو أن يكون الثاني جواب للأول جواب السؤال وجواب شرط. قال سبحانه وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، التقدير والله أعلم، يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة، يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة، أو أن يكون شرط من الأول آتوني أو في غالي قطاع آتوني إن تؤتوني أو في غالي قطاع. مثال التنازع بين فعلين تقدم، ومثال التنازع بين اسمين قول الشاعر عهدت مغيثا مغنيا من أجرته، مغيثا تريد ما أجرته منصوبا، مغنيا تريد منصوبا ما أجرته منصوبا، وقع التنازع بينهم، يقع التنازع بين اسم وفعل كقول الله عز وجل ها أمو قرأوا كتابية، ها اسم فعل وقرأوا فعل، كذلك قال الآخر قال لقد علمت أولى المغيرة أنني لقيت فلم أنكر عن الضرب مسمعا، التقدير لقيت مسمعا فلم أنكر عن الضرب مسمعا. والحظ إذا العامل الذي أهملته أعطيه الضمير، العامل الذي أهملته تعطيه الضمير تقول حضر ونام أخواك، أخواك ضمير ذلك، وتقول حضر ونام أخواك الذي في نعمه يناسب أخويك، أنا أقول وأعمل المهملة في ضمير ما تنازعه والتزم ما التزم، التزم ما التزم أن يكون الضمير موافقا للظاهر، تقول حضروا ونام إخوتك، الواو في حضروا يطابق إخوتك، وتقول حضر ونام أخواك الألف يطابق أخويك، حضرنا 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 ونامت أخواتك، حضر أن أنت تطابق أخواتك، أنا أقول والتزم ما التزم. هذا نوع، النوع الثاني من الالتزام أنك تضمر تضمر المهمل حتى لو كان متقدما، الأصل أن الضمير لا يعود إلا على متقدم لا على متأخر، إذا قلت حضروا ونام إخوتك الواو في حضروا عاد على إخوتك لكنه لا سبيل إلى حذفه، هذا فاعل عمدة ليس مفعولا ولا مجرورا، الفاعل عمدة ونائب الفاعل عمدة والمبتدا عمدة والخبر عمدة، العمدة لا تخلفه، إذا لتدري أنا أقول والتزم كي يحسنان ويسيء ابناك أيهما أهمل، يحسنان ويسيء ابناك، يحسنان أهمل لأنه قال ضميرا وقد بغى واعتديا عبداك بعكسه، قال رحمه الله ولا تجيء مع أول قد أهمل بمضمر لغير فإن أهمل، إذا أهملت الأول إذا أهملت العامل الأول وكان مطلوبه منصوبا أو مجرورا ليس مؤهلا للرفع أهل وأهل بمعنى واحد، إذا أهملت الأول وكان مؤهلا لغير مرفوع وهو المنصوب والمجرور احذفه، فتقول تقول أكرمت وأكرمني خالد، أكرمت تريد خالدا مفعولا به، أكرمني تريد فاعل، أكرمت فعل فاعل خالدا مفعوله،
أكرمني فعل ومفعول، تريد خالدا فاعلا، رفعنا خالدا، معنى هذا أن الثاني أخذه، ومعنى هذا أن الأول أهمل. القياس نقول أكرمته لكنه عائد على متأخر، وهو بنفسه ليس مهما، هو مفعول به، هو فضلا. قال احذفه. أنا أقول ولا تجيء مع أول عامل أول قد أهمل بمضمر الضمير موحد لغير الرفع، وهو النصب والجر. ومثال الجر مررت، ومر بي محمود، مررت تريد بمحمود، مر بي تريد محمود، مر بي محمود، أتينا بمحمود مرفوعا، معنى هذا أن الثاني أخذه، ومعنى هذا أن الأول حذف. والقياس أنا أقول مررت به لكنه فيه عود الضمير على متأخر في اللفظ، على متأخر، والضمير ليس مهما، فنحذف ونقول مررت ومر بي محمود، بخلاف ما لو كان المضمر مؤهلا للرفع لا يجوز حذفه. كلام الثلاث وهو قوله قد بغى واعتديا كيحسنان ويسيء ابناك، يحسنان الضمير فيه عائد على ابناك وهو متأخر، ولكن الضمير لا يجوز حذفه لأنه فاعل عنده. أنا قوله ولا تجيء مع أول قد أهملا بمضمر لو يرفعه إلى وضحه، ما يعمل قال بالحذف ولزم أن يكون غير خبر، هذا ليس خبرا، وإذا كان خبرا قال ليس فيه متأخر. الخبر هو المفعول الثاني الذي وضعه وهو خبر كان لا غير، الخبر هو ما هو خبر كان منصوب كان أو المنصوب الثاني الذي وضعه، فتقول في كان كنت وكان خالد صديقا، كنت كان خالد صديقا لا تريد شيئا، كان خالد صديقا كان واسمها وخبرها، هذه تريد خبرها، التاء اسمها أين خبرها؟ إذا أتيت به هنا منصوب أضمرته متقدما وهو منصوب لا يجوز، وإذا حذفته لا يجوز، لا يجوز حذفه لأنه في أصل خبر، يأتي به متأخرا فتقول إياه. أنا أقول كنت وكان زيد صديقا إياه، واضح؟ أنا أقول إيه؟ بالحذف ألزم أن يكون غير خبر كما في هذا الليلة، وأخيرا أن يكون هو خبر، وتقول ظننت أو ظنني. خالدا صديقا، ظننت خالدا صديقا لا تريد شيئا، ظن خالد التاء فاعلها، وخالدا وصديقا معمولها، بقي عند المعمول الثاني لظن، ظن خالد يامح الاول لا تستطيع ان تاتي به متقدما لانه منصوب لا يجوز الضمار قبل الذكر، ولا يجوز ان تتجاهله وتعلمه لانه بنص خبر، ائتي به متاخرا وتقول اياه. واضح؟ كما قولي بل حذف وجزم ان يكون غير خبر، واخيرا ان يكون هو خبر، يكفي كذا.